السلام عليكم أعزائي الكرام، مرحبا بكم في قناتكم أم لغة في المهجر. إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير يا رب العالمين. وصفة اليوم هي طبيخة تاع الفول مع جلبانة ونديرو معاهم القرنون. فوالا، نتمنى الوصفة تاع اليوم تنال إعجابكم. هي وصفة ربيعية، يعني كي يدخل ربيع نحبوا الفول. أنا مش عندي في المقادير، عندي هنايا الفول نقيته، عندي هنا جلبانة، تلبانة كانت عندي سورجولي، عندي هنا القرنون بعد ما نقيته وحكيته بالقارص، عندي هنايا النعناع والقزبر، عندي الثوم، عندي العكري، الفلفل الكحل والحار، وملعقة كبيرة تاع طماطم مصبرة، وعندي الملح. فوالا، هذوما المقادير والقليل تاع الماء. انا هنايا في القدر ندير يعني كمية لبس بها تاع الزيت. نعرفوا بالطبيخة تاع الفول تحب شوية لذا، فوالا دونك ندير كمية لبس بها، خليها تسخن شوية ونضيف عليها الفول، نضيف كذلك الجلبانة، يعني نضيف كامل المقادير، نزيد حتى نضيف القرنون. يعني تقدري تقطعي القرنون حبة على اتنين، انا قطعتها على هذا الشكل هذايا شوية صغير. فوالا، نخليهم نخلطهم مع بعض، والعافية راهي يعني مهيلة ماهيش مجهدة هكا باش ما يلصقناش الفول في القاع القدر. ضفت عليه الكمية يعني نصف كمية تاع الملح ونصف كمية أخرى راح نضيفها مع الثوم كي نروح ندقها. فوالا، درت الفلفل الأسود والعكري، نضيف من الفوق يعني مازال باش نخلطها مع الطماطم الصبعة، قلت لكم ملعقة كبيرة. هنايا ثوم نديرها في المهراز ونضيف عليها نصف الكمية تاع الملح والحار، يعني درت الحار بعد ما كنت نقعته شوية في الماء، ندقهم مع بعض ونضيفهم الفول، يعني نضيفهم في القدر. نخلطهم هنايا، نخليهم يتقلاو شوية، دائما النار تاعي راهي ناقصة، نغلق على القدر، يعني ما نغلقهاش كامل القدر، نخليهم يعني يتقلاو في مهلهم. بعد كذلك منضيف النعناع والقزبر، يعني دي كمية لبس بها حدوب، نعرفوا يعني القزبر الحشيش والنعناع رجعوا ما يبانوش بزاف، يعني يطلقوا ديك البنة تاعهم يعني ما شاء الله. فوالا، خليهم يتقلاو براحتهم. هنايا الفول كان عندي شوية عاسي، سينو كي نجو نمرقو ما نمرقوش بزاف الماء، اللي كان عندك الفول يعني طري يعني ما تكتريش بزاف الماء، يعني قدرة كاس يعني راح يطيب لك الفول على النار مهيله. انا هنايا شفت بلي كاين حبيبات ماهمش كيف كيف، كاين حبيبات صح طرايا وكاين حبيبات راهم شويه يعني عاصيين، كي شيتو شيتو هكداك، دونك حنزيد نصف كاس تاع الماء. انا قريب يتغطاك ما راكم تشوفوا معايا، دائما نطهو على نار يعني مهيله. هنا الكوكوت مينوت مش حنغلقها، حنرجع ليها لخطا برك، ومام طبعا نوجد في خبز الكوشة اللي كنا شفناه مع بعض، راح نحط لكم في صندوق الوصف لوليان تاع الخبز الكوشة، صراحة يجي رائع. وشفت احنا كنا نطيبو طبيخة تاع الفول، مادا بينا ناكلوها مع خبز كوشة ولا مطلوع، يعني رائعة. هنايا يعني نكمل نعجن الخبز تاعي، وقلت لكم حنحط لكم لوليان في صندوق الوصف ان شاء الله. فوالا، هاي الطبيخة تاعي، خليت فيها شوية مريقة
شي حاجة عليكم، هي ما تحبش المرقة بزاف. نشوفوها في صحن التقديم، وحنا من عادتنا لازم طبيخة تاع الفول نحطو معاهم البن، يعني صراحة تجي رائعة. لما كنتوش متعودين تحطوا البن، تمنى تجربوا وترجعوا لي بالخبر. صراحة يعني البن مع طبيخة يعني ما نقدروش نستغناو عليها، لازم البن مع طبيخة. نتمنى وصفة تاع اليوم تنال اعجابكم، لان تعجبكم ما تنساوش ديروا جيم، واللي مش مشتركين في القناة يضغطوا على زر الاشتراك وتفعيل الجرس هكذا باش يلحقكم كل جديد. نبقى لي غنقولكم صحة شاكم والسلام عليكم.